طبعا مش عشان خاطر عيد ميلادي نسيت نسيتكم المعايدة بتاعت الملاك. كل سنة وانتم طيبين وربنا يحافظ عليكم ودايما كده تكونوا فرحانين ومدبر أمور الجميع. كل سنة وانتم طيبين. أنا طبعا ما انشغلتش بالعيد بتاعي أو لأي حاجة، لا طبعا أهم حاجة عنده انتوا، يعني كل الأسماء طبعا راحت واتكتبت وسط الملاك، وإن شاء الله بنعمة ربنا دايما تصلوا لنا ان ربنا يقبل صلواتنا وتكون ايام سعيدة وايام جديدة، وربنا يعطينا نمو روحي، ونصلي من اجل الذين يسعون الينا، وكل اللي يطلب ربنا يحققها له. شفاعة الست العذراء ورئيس الجندي الملاك ميخائيل وكل اللي بيخش بيعمل عمليات في الوقت الحالي او بيخلص اوراق او عنده ضيقة او دين او اي شيء او عنده حاجه في حياته محتاج ربنا يغيرها له، ربنا يغيرها له، والشمعة متقودة قدام الجميع ومن اجل الجميع، وبشفاعة الست العذراء والملاك ميخائيل تكون معنا، امين.